نتفرجوا في التلفز ونشوفوا صراحة فما لباس يخليك تحشم باش تتفرج، لا تنجم تتفرج مع عائلتك لا مع صغارك لا مع أمك لا مع أبوك. علاش؟ لأنه اللباس هذا اللي قاعدين تعديوا بيه في برشا نسيه في التلفزة بالنسبة لي أنا هو لباس متاع ولب ليلية تشوف فيه متاع كباريهات. الفكر الداعشي اللي حكيت عليه قبل للأسف مازال موجود الداعشي في مخه إلى يومنا هذا، ويظهر في كل تصريح يعمله وفي كل تعليق يعمله. هاو الفكر الداعشي زعما يا أخي خض البصر. المرأة ليست جسد، المرأة عقل، وهذا اللي ما حبوش يفهموه اللي عندهم داعشي في مخاخهم متخبي داعشوش طريقة بيك عندها داعشوش دوري جيل ماهوش مغشوش.